هنا في هذا المكان أقيمت ورشة الصلصال والخزف في محافظة الكرك على مدار أسبوعين متتاليين وسط مشاركة واسعة من كافة الأعمار. شاركت بورشة الصلصال التابعة لمركز الحسن الثقافي اللي أقامها مركز الحسن الثقافي. طبعا كانت ورشة مميزة جدا فريدة من نوعها، استمتعنا جدا فيها، ولو كان فيها دراسة يعني أنا من أول المشاركين فيها. استخدمنا طبعا الصلصال وكانت مادة كثير مادة مميزة، يعني عملنا مجموعة أشكال مجموعة تماثيل. أنا أحد المشاركين بدورة الصلصال وفي مركز الحسن الثقافي، دورة كثير رائعة ومدرب كثير ممتاز، وللحقيقة الكرك بحاجة لأكثر من هيك بالدعم، يعني للدورات تركيز على الجانب الثقافي، يعني موجه رسالة للمحافظة، مجلس المحافظة، لرؤساء البلديات، الاهتمام بالجانب الفني والثقافي في المدينة لإبراز الوجه الثقافي لمدينة الكرك. وياريت أنه يعني عادة التركيز على هذه الدورات، دورات الصلصال، دورات الفسيفساء، الجانب الفني، إبراز الجانب الفني لمدينة الكرك، يكون في اهتمام مثل هيك دورات وإعادتها وتعميمها أكثر من مكان، يعني مش نحصرها على مركز الحسن الثقافي. مشكورين طبعا، جهود مشكورة الله يعطيهم العافية، لكن هسه لو تعمل مثلا على مراكز الشباب بتنسيق مع وزارة الشباب وتوفير لها الدعم اللازم، أتوقع كثير راح الشباب والصبايا يستفيدوا منها، وغير هيك راح تفتح لهم سوق العمل، خصوصا أن نعاني من فقر والبطالة كمشاكل بين الشباب. ما بين الإقبال على هذه الورشة المقامة ونقص في مؤهلات المكان المقام به الورشة، يكسر طموح الشباب ضعف هذه الإمكانات بالإبداع والتحدي. العمل الفني يحتاج طبعا إلى وقت، ويحتاج إلى مزاج، ويحتاج إلى مؤهلات، ويحتاج إلى أوقات مناسبة لإتمامه أو لإنجازه. أي دورة أو أي ورشة فنية لها فوائد كثيرة، هو التعرف على طبيعة المادة اللي بنشتغل عليها، طبيعة المعلومة اللي احنا بنأخذها، طبيعة المعلومة اللي بنتداولها، وبنحاول نوجه أعمالنا أو أفكارنا باتجاهها حتى يكون في عنا منجز، خلينا نسميه إبداعي أو منجز فني أو منجز ثقافي. إنه طبيعة المادة اللي بنستخدمها تحتاج إلى مياه، تحتاج إلى كهرباء، تحتاج إلى أدوات، تحتاج إلى رفوف، إلى خزائن، إلى أشياء مختلفة ومتعددة ومساحة واسعة، وإلى طاولات وكراسي خاصة حتى يكون المتدرب يشتغل بارتياح. نتأمل إن شاء الله على الأيام القادمة أو المستقبل على مديرية ثقافة الكرك أن يكون في عندنا مشغل له علاقة بهذا الشأن. تستمر مديرية ثقافة الكرك بمحاولات تنفيذ هذه الورش المجانية كدعم للشباب بهدف رفع مهاراتهم وسط كل ما يحيطهم من ظروف صعبة.